بهذه الأسلحة في أوكرانيا هي حرب تركية إيرانية. الدرونز الإيرانية مقابل الدرونز التركية. دول متوسطية متوسطة الحجم. إسرائيل خلف كل قوانين العالم القانونية العسكرية الأمنية دولة الإنسانية. الأمر الواقع تمام الواقع. فعلى العموم المشكلة إنه إحنا كعرب ما بنيناش المستقبل، ما جهزناش المستقبل، فالدول دي جريت بالساحة. علينا بقى دلوقتي أن نستعيد دورنا. ليه؟ وهياخد وقت. لما أنا أستعيد دورك ليه؟ لأن الدول الكبرى مش مهتمة بيك دلوقتي. الدول الكبرى الشرق الأوسط، وسمعنا هذا الكلام من أوباما. أنا عايز بقى أروح أدور اتجاه آسيا. مش عايزك ليه؟ مفيش أو لغاية أوكرانيا ما كانش فيه حرب باردة، كانت وقفت. فالتنافس اللي موجود في الشرق الأوسط سوفيات أو روس وأمريكان قال. أمريكا لقت طاقة بالتكنولوجيا الطاقة الصخرية، إذا مش محتاج الطاقة الشرق الأوسطية بنفس القدر، فأصبحوا بيبصوا في اتجاه تاني. فحصل بقدر ما حصل عولمة في الاقتصاد، حصل أقلمة في السياسة. في السياسة إذا كل واحد عليه إنه يشيل شيلته. بدون ما اطول، لو جيت بصيت اكاديميا لعدد الاقتراحات الصادره من المنطقه حول مستقبل الشرق الاوسط واسلوب عاده تشكيله، هتلاقي الغالبيه العظمى ايران تركيا واسرائيل. الطروحات المستقبليه، ايوه، عايزين نعمل ايه؟ هم اللي بيتكلم، مش احنا. في سيناريوهات، سيناريو اسرائيلي، سيناريو ايراني. انا مع هذا، انا ما بتكلمش على ان انا هشتغل في ساحه أوسع من طاقتي، إنما أنا واثق من طاقتي، وواثق أيضا إنه رد الفعل ثمنه أغلى من الفعل مزبوط. كثيرا. وثالثا واثق بإنه المنطقة مع هذا الخلل في التوازن القوى الموجود عليه حتما هي في النهاية أغلبها عرب. مش بتكلم عن القومية العربية والمبالغة في تطابق المواقف، لا إطلاقا، إنما إحنا طرف رئيس في المنطقة. صحيح. لو فعلنا دورنا بتاخد نصيبك تاني. واحد والمثال بسيط وقدامنا. بدون ما نسب بعيدا، بايدن اول ما انتخب كان موقفه تجاه العالم العربي سلبي جدا تجاه السعوديه ومصر، وتجاه مصر على وجه التحديد. انا قصدي كده تجاه السعوديه ومصر بالتحديد في الحمله الانتخابيه. اول ما انتخب قعد كام شهر ما يتصلش ولا بالسعوديه ولا مصر. حصل اول احداث غزه، راح متصل بينا. ليه؟ لأن حتما احنا لنا دور في هذه الساحة، ثم بدأ يذهب إلى السعودية. فإذا أنت بتخلق لنفسك وضع. أنت تخلق لنفسك وضع. طبعا. أنت لابد أن يحتاجون إليك، لابد أن تكون لك دور فاعل ورئيسي ومبادر في تحديد الأجندة بتاعتك. عظيم. نخرج لفاصل ونبحث عن الدور وإمكانيات الدور، أصل الدور كمان